مساء الخير لكم مشاهدينا، مثل ما عودناكم دائما مع النقيقة ومع مشاكل المشاهدين والمواطن. رح نشوف هلا مع النقيقة شو مشكلتهم الجديدة اليوم. مرحبا، يعطيكم العافية. عم صوروا؟ اهلا اهلا. هلي هلي عم صوروا؟ انت يا مصور يا مصور عم صور؟ لا 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 يا استاذ يا استاذ، ما فيش الا بيعمل لي بالكاميرا هيك. عم بسالك عم تصور ولا مش عم تصور؟ يا خي عم بيصور، ما بيقدر يحكي المصور. هلا عم صوره؟ نعم عم نصور. وعيني الدولة عشر اولاد عنده خي، شوف يا دموزيل عبر الشاشة وقد اعذر وخلص. نعم شو المشكلة؟ مش مضطرين. عاشو؟ نعم يا استاذ. يا عمي نحن ما حدا عم بيطلع فينا، ليش دايما نحن حقنا مهدور وحقنا ناقص؟ ليش؟ ليش ما عم ليش يا استاذ؟ طيب معلي ليش بس خلينا نعرف نحن والمشاهدين شو يا دموزيل عبر هالشاشه. هلا وقد اعذر رح اقول لك شو المشكله. تفضل. كل البلد معه سلاح. نعم مزبوط. وسلاح وين ما كان، ليش؟ مزبوط. منتشر السلاح بين ايدين كل العالم. يا جماعه معكم حق مزبوط، والدوله يعني عم بتجرب معلش شيء انه قد ما فيها. معكم حق يعني هيدي ما فيني شارعكم عليها. مزبوط. بس مش معقول هيك يكون في سلاح بين ايدين العالم. معك حق يا استاذ. معقول الكبير معه سلاح والصغير معه سلاح وكل العالم وين ما بتروحي في سلاح؟ مزبوط، وهيدا عم ينحكى كتير اصلا، وصار كل واحد من المواطنين تقريبا معه سلاح. يعني معكم حق يعني بيتصرفوا. طيب بس يا استاذ الدولة قد ما فيها يعني عم بتجرب تشتت المواضيع وعم بتجرب تقشط السلاح الموجود مع هالمواطنين. لك ومين عم بيقول لك تقشطهم؟ يا عمي نحن شو بدنا اياه تقشطوا السلاح؟ شو نحن عم نقول للدولة تقشط السلاح؟ لكن شو عم بتقولوا لها؟ شو بدكم من الدولة؟ بدنا توزع لنا سلاح. نعم؟ نحن ما عندناش سلاح وكل العالم بيقولوا عنده سلاح ونحن ما عندناش سلاح. عشر اولاد عنده خي شفرة ما عندنا بالبيت، ليش؟ معقولة نحن ما معنا ولا ليش هالدولة ما بتعمل نظام توزيع سلاح لجميع المواطنين ها؟ قرروا تخردقوا معنا، يعطونا لقلنا، ليش كل الناس معه ونحن ما معنا؟ بيقولوا لك بيدعموا الطحين وبيدعموا المازوت. أبدنا شي دعموا شي. لوك يا عمي نحن شو بدنا بالطحين؟ نحن إذا هجم علينا واحد ببارودة شو بنكب عليك كيس طحين؟ يدعموا لنا بيع سلاح ونحن أول بنشتري وبنشجعن. هلا أكياس الطحين بنعمل لهم دشهم ماشي الحال، بس بشو بنقوس عليهم إذا فاتوا؟ ليك يا دموزيل عبر هالشاشة بدي وصي الدولة، بدنا 10 كلاشن وعشر ام 16 وعشر على بخرطوش وعشر قنابل وعشر قنابل. عشر اولاد عنده خي. لك يا دموزيل عبر الشاشه وقد اعذر وخلص. ها يا مدموزيل خليني اقول لك يا عمي، ومعكم عشر اشارات. لا لا. اذا بعد عشر اشارات ما اجونا سلاح رح ننزل بسلاحاتنا. مزبوط. رح نعمل نتصرف وخلص. ها مزبوط. وقد اعذر يا مصور.